اسمي إسامة محمد الحواطي، عمري 21 سنة، خلصت توجيهي بعمر 18 وحصلت على شهادة المحادثة باللغة الإنجليزية. صار لي سنة ونص بشتغل مصنع كيماويات. كانت ردود أفعال أهلي بالبداية سلبية بإني بدي أشتغل بمصنع، كان يحكوا لي إنه لساتك بعمر صغير، شغل المصنع ما بناسبك وما بلائمك، ولكن قدرت إني أقنعهم إنه رح أكون قد المسؤولية وإنه هدفي إنه رح أكمل دراستي. بيئة العمل اللي أنا بشتغل فيها بيئة آمنة منصفة للمرأة ومناسبة إلها، ويوجد إنصاف في الأجور العامل، يوجد إنصاف بالترقيات ومواصلات مؤمنة من وإلى الشركة. كل هاي الخدمات بتساعد المرأة بالاندماج والانخراط في سوق العمل وبتساعدها إنها تستمر. وجود المرأة بالعمل مهم جداً كونها عندها مهارات مختلفة. أنا وزملائي بنتعاون لحتى نحسن الإنتاجية. بالبداية ما كان عندي الخبرة الكافية بالشغل، ولكن بمساعدة زملائي والإداريين بقسم الإنتاج قدرت أني أطور من نفسي. الشغل ساعدني بإني أكون متمكنة مادياً لحتى أوصل لهدفي وطموحي بإني أوصل للجامعة، وأنا اليوم بشتغل بالشركة صباحي وإن شاء الله رح أسجل بالجامعة مسائي. شغلك شغلك بنفس المكان.